هل ستحسن أحوال الطقس في الأيام القادمة؟ هل أنا اللي بقول الكلام ده؟ لا، هيئة الأرصاد الجوية اللي كانت في مداخلة سابقة كانوا بيقولوا لنا إن بداية من أول 9 يعني في النص الأول الأمور هتهدى شوية. طب ليه؟ قال لك في مرتفع جوي أوروبي، ده احتمال كمان سقوط أمطار على بعض الأماكن. إحنا بدأنا بقى في سبتمبر، يعني مفروض سبتمبر ده هنشهد فيه يعني موسم الخريف. يعني تعالوا نروح للدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد. مساء الخير دكتور محمود. يا فندم اهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. الدنيا عاملة ايه الفترة الجاية؟ لسه ضرب حر كده ولا الدنيا هتهدى؟ لا هو الحمد لله بدأت الأجواء إلى حد كبير تتغير شوية عن شهر 8 ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة كانت عالية قوي بشكل ملحوظ. طبعا كل ده كان بيصب في إحساس المواطن بارتفاع درجة الحرارة. بدأت طبعا الأجواء في فترات النهار تختلف عن فترات الليل، بدأنا نستشعر في فترات الليل ببعض من الانخفاضات في نسب الرطوبة نتيجة نشاط الرياح. نشاط الرياح اللي بيكون موجود معانا بيقلل شوية من إحساسنا بارتفاع الرطوبة، وبدأنا نحس أن درجة الحرارة بالليل بتنخفض شوية عن الأيام اللي فاتت، وده يعني طبيعي في هذه الفترة من العام. فصل الخريف بيبدأ 22/9، فمن هنا طبعا لبداية فصل الخريف وحتى نهاية شهر 9 هنبدأ بنحس بالتحسن في فترات الليل. في بعض أيام خلال ساعات النهار أحيانا بتنخفض درجة الحرارة نسبيا، لكن ما زال طبعا ساعات نسب الرطوبة موجودة معنا خلال فترات النهار بتزود من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. درجات الحرارة كام هذا الأسبوع؟ طبعا من 33 ل 34 درجة مئوية، 35 درجة على القاهرة والوجه البحري. ما نزلتش كتير، نزلت درجتين يعني. لكن ارتفاعات الرطوبة بتخلينا نستشعرها كما لو كانت ما بين 36 و37 درجة. يعني الرطوبة مستمرة هذا الأسبوع برضو بنسبتها العالية؟ بنسبتها العالية طبعا موجودة معانا خلال فترات النهار، إنما فترات زي ما اتفقنا الأجواء بالليل يعني في نسمات كويسة بالليل. إن شاء الله. طيب في أمطار؟ لا الحمد لله، يعني فرص الأمطار لسه طبعا ما دخلناش موسم المطر الفعلي. أمطار خفيفة زي ما شفنا النهاردة في بعض المناطق من السواحل الغربية زي سيدي براني مطروح، أمطار خفيفة جدا يعني على الطرق المؤدية لجنوب ثلاثة البحر الأحمر، حلايب 30، مرسى علم، هذه المناطق، لكنها أمطار خفيفة جدا استعدادا طبعا لبداية موسم الأمطار إن شاء الله مع بداية الخريف. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد.